وصلنا عحارتنا وعبيتكن يا شاطرين. فوتون انت منيحة؟ منيحة، وبعد شوفتك صرت أحسن مراد، صرت أحسن. خدي هدول حبيبتي، انت منيحة؟ بتحبي نام عندك؟ بلا حكي فاضي ليزا، بطنك لحلقك، بخاف إذا نمت جنبك قرفسك شي رفسة بنصاص الليالي. المهم تصبح غير. بكرة منحكي فوتون. لك أنا اللي عم دور ولا الغرفة اللي عم تدور؟ هي علينا، الأرض عم تدور، شو فيها إذا فتر راسي شوي؟ معلمي الله وكيلك، البنت حالتها بالويل، اسمع مني وبلا ما تشوفك. عماد خلصنا بقى، سمعني سكوتك ولا توتر لي أعصابي. سكوت دقيقة، بدي إياها تسمعني. دي بس يا معلمي، البنت ما أنا طايقة تشوفك. انت من يوم اللي تركتها بهداك الموقف علاقتك انتهت فيها، فينيش فينيتو. عماد تصبح على خير. صدقيني كل اللي صار كان غصب عني. حبيبي صار اليوم شي ما بيتصدق، رح تنصعق لما تسمعه. مراد إجا، حمل حاله وإجا من إيطاليا لهون بطيارته الخاصة، بتصدق؟ بس كرمال يشوف فتون. والله حلو كتير. خير شبا؟ ليش حاطت العقدة هيك؟ لا ما في شي. عماد ليك ما تجنني، مبين صاير معك شي، احكي لشوف. جان هون. شو؟ جان هون؟ شو يعني جان هون؟ هلأ هو بغرفة فتون، ركب راسه بده يحكي معه. آه شو هالحكي؟ لا مو معقول، مو معقول، نحن عم نتعب كل هالتعب لنطالع البنت من الحالة. لا ما رح اسمح له. شوي وقفي، ما بيسوالك، ما رح اسمح له يقرب على فتون أبدا. حبيبتي فتون، فتون جان، رجع طلع لي بالحلم يا ربي. يا الله أنا شو عملت لك لحتى يرجع يطلع لي بالحلم مرة تانية؟ حرام. مزبوط أنت عم تحلمي، وهلأ قبل ما تفيقي اسمعيني شوي. أنا ما عاد بدي اسمعك جان، حتى بالحلم أنت عم تتأمر علي، أنا مو طايقتك وما بدي اسمعك بنوب. مو معقول فتون،
لك حتى بأحلامك كمان راسك يابس؟ أوف، أحسن شي في أحالي من المنام. معقول لساتك عندي جان؟ لك أنا ما عم في. لا تكون شبح ولا جان. عن جد بلكي أنت كنت شبح. إيه أنا شبح ولا جان، بس إذا سمعتيني بوعدك امشي من هون. توعدني؟ بوعدك. تفضل قول. عن جد أنا آسف فتون، وما كان بودي إنه يصير هيك أبداً. إيه جان سمعتك، خلصت؟ لو سمحت ما تشغل حلمي أكتر من هيك. إيه بس أنا لسه ما خلصت كلامي. إف خلص فهمت حاج، روح من هون روح، ما عاد بدي إياك تشغل لي حلمي أكتر. ما عندك فضول تعرفي شو بدي أقول؟ يوم كتب الكتاب ما بدك تعرفي ليش تركتك وحملت حالي ورحت. ما عندي فضول، تعرف شو السبب؟ لأنه أنت جانتيكين، لأنه أنت بتعمل كل شي مو معقول. فتون خليني أشرح لك لو سمحتي اللي صار بهداك اليوم. وقبل كتب الكتاب بشوي رفيف طلبت إنها تشوفني، فأنا رحت شفتها وحكت لي موضوع كتير حساس. صدقيني بعيد عنا. ليزا من الغرفة. ليزا لو سمحت روقي شوي. لك عين تجي لهون بعد كل شي سويته. ليزا اهدي شوي. لا هي مزحة شي؟ قلت لحالي بشوف منام مثل العالم والخلق كلكن اجيتوا وشاركتوني فيه. لك خلص اطلعوا من راسي، خلوني نام وارتاح بعد هاليوم. يا الله انا شو عملت لك لتعمل فيني هيك؟ ليش بتخليوني جوع احلامي كلهم؟ رجاني لايام الطفولة، بلكي بوقع من على قمة جبل وبخلص. شو هاد؟ ثلاثة بمنام واحد؟ شو هالمصيبة هي؟ لك اي حلم هاد فتون؟ اي حلم؟ هو عم يضحك عليكي انتي فايقة. كيف يعني؟ جان مانو بالحلم؟ لا لا. أي برافو. لك شو صار لك فتون؟ انتي عن جد لازم تسمعيني، لازم نحكي مع بعض. لو سمحتي اسمعيني شوي. طيب يا فتون ما منك ولا شيء. طيب بس اعطيني فرصه، لك فرصه اخيره بس لحتى اشرح لك. اهدي يا فتون، روحي شوي نكمل كلامي. يلا لبرا. لك اذا بتسمعيني عن جد رح تقدري موقفي. صوتك ما بدي اسمعه وخلتك ما بدي اشوفه، فهمان؟ انت مت ودفنتك وعلى روحك الفاتحه. كيف كان المتوفي معكم؟ كان منيح. منيح؟ منيح لكان. هالميت كان واطي وسافل ومنحط. لك اطلع من حياتها بقى اطلع، البنت مو طايقة تشوفك. إذا ما ضليت قدام عيونها رح يكون أسهل عليها تطلع من هالحالة. يلا عماد يلا. يلا يلا. وهلأ اسمح لي اسماعيل بيك، بدي استأذن منك. طبعاً ليلى خانو، صدقيني رح استنى بكرة بفارغ الصبر. عن جد عم تحكي؟ أكيد أكيد. خلص وقع بالفخ. يا الله هذا الولد شو جابوا لهون؟ بس تشوفوا فتون رح ينتزع مرهقها الأزعر. جان انت شو عم تعمل هون؟ بأي عين جاي لهون انت؟ لك يا عيب الشوم عليك يا جان، كيف عملت العملة مع فتون؟ كيف طبع قلبك؟ جدي ضربني سبني موتني إذا بدك، أعمل شو ما بدك، بس مع الأسف كل هذا الشي ما رح يغير الحقيقة. أي حقيقة هي؟ قلي. أنا دريت إنه رفيف حامل قبل كتب الكتاب بشوي، ودريت كمان إنه أنا بكون أبوه للولد وما فيني إني أتركه وأمشي. شو كان فيني أعمل؟ جاوبني جدي. كنت توقف قدام فتون وأحكي لك كل شي بصراحة ولا تخاف. ما قدرت وقتها، عن جد عم بحكي جدي، أنا ما قدرت، خفت تلبكت، ضاعت جدي وما عاد أعرف شو اللي لازم ساويه بوقتها. بس أنا هلأ أخذت قرار كتير مهم،
لأني بعرف كتير منيح شو بدي أعمل. أنا بحب لفتون كتير، ما بقدر أعيش بدونه، ما بقدر أبدا. حتى لو كانت رفيف حامل بابني ما رح أتخلى عن فتون وأتركها، وما رح أتخلى عن ابني ولا عن حبي، ما رح أتنازل عن شيء أبدا. حبيبتي فتون، لو سمحتي حبيبتي كلي لك لقمة لو سمحتي كرمال خاطري. والله ماني مشتهية أكل شي بنوب، وخاصة بعد اللي صار مبارح. لك فتون؟ معلمي جان شو اللي جابه لهون مبارح؟ شو بيعرفني عماد؟ عم تسألني هالسؤال؟ إجا بس من شان يضايقها لفتون، وبعدين حمل حاله ومشي. قلتي مشي؟ طبعاً مشي، لأنه ما رح يستفاد إذا ضل قاعد هون. شو بدك فيه؟ هو مشي، بس شفتي مين إجا؟ مراد. بس عرف إنك متضايقة إجا من آخر الدنيا لعندك. والله الزلمة بيحبك وناقصه شي أبداً. هو كمان تبهدلت قدامه مبارح، اختنقت بدي أطلع شم هوا شوي. بلا حكي فاضي فتون، عدي كلي لك لقمة لشوف. لك يا عدي رح يجي مراد بعد شوي، بتقعدوا بتفطروا وبعدين بتروحوا مع بعض. لي زماني حاسة حالي منيحة وبدي ريح راسي شوي، ما رح أتأخر. ماشي، ما بطول. مع السلامة، ديري بالك على حالك. ماشي ليزا. ليزا عن جد الحكي معك خسارة، لأنك جنيتي على الآخر وما ضل فيكي مخ. لك صرعتينا بهذا مراد الزفت. شوفي يا عماد، عم أحكي شي غلط؟ زلمة عن جد بحبها. ليزا ناجية، ناجية وين قهوتي من عالصبح؟ لكأنه ما بتعرفي طباعي، إذا ما شربت قهوتي الصبح ما بتتفتح عيوني. مرت عمي ليش فايقة من الصبح بكي؟ لك أنا وين أنا؟ بس يعني أنك نمتي عندي مبارح مرت عمي؟ مزبوط. نسيت وكنت عم نادي لناجية تجيب لي قهوتي. وين خدامتك؟ هي بتيجي يوم إيه يوم لا، بس في قهوة بالمطبخ فيكي تروحي تشربيه، أنا طالعة هلأ. أيوه، أنا إلي 26 سنة ما عملت قهوتي بإيدي. رفيف! بنتي أنتي لوين رايحة؟ رايحة على المحل، في عندي شغل كتير. مستحيل، ما بصير بتاتا، ما بسمح لك بنوب. بس أنا ما بقدر، عندي شغل، عندي اجتماعات وعندي مواعيد. رفيف بنتي، انتي حامل هلأ من جديد، ولازم تكوني تعبانة كتير وتوقعي من طولك كل شوي والتانية، ولازم تشمي روايح بشعة وتستفرغي كل الوقت. شو بده ياخدك على الشغل هلأ؟ بس مرت عمي مديحة، أنا مالي حامل عن جد. شو هالحكي؟ منيح ذكرتيني. انتي لازم تختفي كم يوم عن العيون كرمال يطلع حكي وينشروا اخبار عني. انه وين هاي رفيف يا ترى؟ شو صار مع هالبنت؟ لازم هالحكي يطلع، فهمتي علي؟ فهمت، بس شو بدي اعمل كل النهار بالبيت؟ ايه هاي ما شغلتي، بس حاليا روحي اعملي لي فنجان قهوه وسط، بتضيعي وقت. يلا. العمى أنا شو عم ساوي هون؟ شو عم بعمل بهذا المكان؟ لشو بدي أوصل يعني بعد اللي صار؟ لساتني بحبه لجان وما عم بعرف أخلص منه. أصلاً شو هو الحب؟ الحب كله تعب. خلص فهمنا فتون، اسكتي، ما تقلبي يا دراما قديمة بدقيقتين. يا فتون! جان! لك فتون! جان! شحمه ولحمه! جان! فتون! شو جابوا هاد؟ فتون! انت ما كنت بإيطاليا؟ شو قاعد عم تساوي بضيعتنا؟ شو هو الحب؟
الحب هو صداقة، هو خير، تعب. عم تقولي إنه الحب صداقة وخير ورجعتي لعنده؟ أي نعم، الحب بده تعب ونحن عم نتعب كتير هون. فوتون، روح يعملي لي قهوة فورا فورا. حاضر. شفت بتحب التعب. فوتون بترجاكي تعي معي، نشرب إسبريسو بعملها بإيدي ومنقعد مع بعض. بالله إسبريسو. لا أنا بورشيك إسبريسو لكل. تعال تعال تعال. لا 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 عندي. حتى أحلامك كلها مشاكل، مو معقولة أنت لك فتون. بعدت كتير، رح يكون أحسن إذا برجع قبل ما أضيع هون. لك بعد عني. فتون أنا أنا مضطر ساوي هيك. لكني فتون، أنا بعتذر منك كتير، بعتذر، بس نحن لازم نحكي. لك انت شو عملت لهني؟ انت جنيتي؟ والله العظيم رح روح بوشي على الشرطة. لك وقفي شوي وقفي شوي، لو سمحتي خلينا نحكي بالأول وبعدين منروح لو سمحتي. نحن خلص بنوب، ما ضل في حكي بيناتنا سيد جان. لوين زتيت المفتاح الزفت؟ عم يقشر بيده كمان، عم يقشر بيده. تحرك، لازم نلاقيه فورا. طيب وفينا نحكي على الطريق؟ سد حلقك بس شوي لو سمحتي. ما رح نحكي. لك اسمعيني بس شوي. خان بقى حاج، لوين زتيت المفتاح؟ شو بيعرفني يعني هون بده يكون؟ العمى. لك ما بعرف، زتيته هون. يا الله وينه؟ قد ما دورتي ما رح تلاقيه. خلصينا. شو هذا؟ شو صار؟ شو صار؟ شو هاد؟ شو بيعرفني؟ شكله فخدب؟ قلت لي فخدب؟ ايه. اوف منك جان، ما كان صفيان غير هي تصير معي، ناقصني انا ما؟ فتون يا ربي دخيلة. فتون وطي صوتك شوي، ليكي مكتوب احتمال ظهور دببة. دببة؟ لك ايه دببة. لك وطي صوتك بلا ما يطلع لنا شي دب هلا. اذا حاطين تنبيه اكيد رح يطلع لنا شي دب. فتون سامحيني عن جد، بعتذر منك. سكوت، ليك حالتي. لا قوم لبسني كلبشة بايدي كمان. جان مانك متذكر؟ نحن طلقنا وفو هيك انت كمان تركتني ومشيت. لك اي نوع من المرضى النفسيين انت يا ترى؟ فتون شو؟ في شي مهم كتير لازم تعطيني فرصة لقلك يا شو؟ اخ يا امي. اخ يا امي. ظهري شو لبسي؟ ظهري، الفقرات تبع ظهري والنخاع وكل شي. لك بعد لا اقدر طلع حالي. ليش انا شايف شي؟ تعالي. خود لك حاج. كل شي صار بسببك انت. اف منك. لك خلصنا حاج بقى، خلينا نرجع على الاوتيل، تعبت. يا فتون. شو؟ رح اقلك شغلي هلأ، بس اف بس اوعك تخافي. لك قولوا خلصني بدل ما تطلب إذن. احكي وخلصني. وطي صوتك، في دب كبير وراكي. كيف؟ ايه. لا تطلعي لا تطلعي، لا تتحركي، لا تلفتي انتباهه بلا ما يشوفنا. رح اطلع، اذا عم تكذب رح امسح الارض فيك جان. وطي. اركضي 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 ان شاء الله اركضي. بسرعه فتون. يلا يا عمي دخلك يا عمي. يلا تطفينا. يلا يلا ليلى خانوم، خير ان شاء الله. شايفك شارد كثير اليوم. ما قدرت نام امبارح اسماعيل بيك. خير ان شاء الله، ما في شيء مو منيح. لا تشغل بالك، انا ما بدي وجع لك راسك بمشاكلك. شو هالحكي بيزعل منك ها؟ يلا احكي، شاركيني مشاكلك. احكي لا تخجلي، مشاكلك مشاكلي. القصة بخصوص شغل ابني. إيه لهيك متضايقة. قدم على قرضه على اساس ياخده. بس للاسف تأخر شوي، وهو هلا كتير مضطر على المصاري، يعني لهيك متضايقة. ما ايه ايه. غليظ عماد، عن جد انت معناك انسان طبيعي،
لك شو خطر لك تنزل بالجاكوزي هيك من عند الصبح؟ حبيبتي أهم شي نعمله إنه نستفيد من كل شي. ليكي مثلاً خلص الفطور وأنت لسه فيكي تاكلي لهلأ. لك ليزا أنا ما برجع اسطنبول لحتى أستغل كل شي بهالأوتيل على الآخر. ما ترجع دخيلك، ما ترجع أحسن. لك شو جابوا لهالتافة هلأ؟ أنا حاكيته. شو؟ صباح الخير. صباح النور، أهلين مراد. وين فتون؟ لما حكيتيني قلت أكيد بتكون معي. كانت معي بس طلعت تتمشى. تتمشى؟ إيه طلعت تمشي من أهرا، لأنه بعد ما شافت جانتيكين مباري عصبت، والله أعلم كم كيلو متر رح تمشي لحتى تهدى أعصابها. مات ليش جان هون؟ إجا مبارح بس مشي، أنت ما تشغل بالك. جاني اللي بعرفه ما بيستسلم بسهولة أبدا. مراد لوين مراد؟ تجي فتون بعد شوي، تعا عود خلينا نستناها، تعا نستناها هون. حبيبتي هالتافه مريض نفسي ومختل كمان. انت لأنك ما تقطو عم تحكي عنه حكي بلا طعمة يا أبو الجاكوزي. ليزا المجنون ببين من عيونه، وهاد مريض نفسي وبكرة بتشوفي. إذا هو مجنون انت شو عماد؟ أي نوع من المجانين انت؟ المي دافية؟ مثل النار والله. شو رأيك انزل؟ إيه ليش لا؟ تعي تعي تعي. يا ربي دخيلك، وين صرنا نحن؟ بأي جهة صفى الأوتيل؟ شو بيعرفني؟ افتح الموبايل وشوف. شو؟ ما في شبكة ابنه، لا انترنت ولا ارسال. Not available. ممتاز. ما رح اتوتر، ما رح اتوتر. تعال نروح من هاي الجهة. لك يلا تعال. برأيي من هذا الاتجاه احسن، تعي. بالله منروح بهذا الاتجاه كرمال الدببة يخلصوا علينا؟ لازم نروح من هاي الجهة كرمال ما نبعد عن الاوتيل اكثر. والله والله فتون الاوتيل بأي اتجاه؟ ما بعرف وين. وينك انتي؟ إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية. وينك يا فتون؟ وينك؟ وينك؟ هذا اللي صار، وإذا ما أجوا المصاري من البنك رح تضيع المناقصة من إيده ورح يخسر كتير الولد. محروق قلبي عليه. يا الله. وليش حطين حريق قلبك؟ أنا ما بيهون علي. اسمعي شو خطر لي. قديش كان المبلغ؟ أنا بدينكم إياه ما دام رح يطلع القرض خلال أسبوع، وقتها بترجعي لي إياه وبتكوني أنت زبطتي أمورك. لا ما فيني أقبل بهيك شيء. اسمعي البنك. معقول الحكي عزيزتي؟ قديش كان المبلغ؟ 100,000. شو؟ 100,000؟ بس مو مبلغ كبير هاد؟ يلا معلش رح أوقع لك الشيك كرمالك الغالي بيرخص. وهي وقعته تمام؟ وهلا بتاخذي الشيك وبتصرفي منيح؟ يلا تفضلي. شكرا. قومي قومي وقفي على حيلك. لشوف شو عم تعمل انت وياه؟ بس زي عم اقول لك خلص تعملوا هيك مع سيدي معتمدي. وقف انت وياه لشوف، لو سمحت حدا فهمني شو القصة. يا عم قلنا من امبارح عم نراقبكم، نحن من الامن. لك بعد عني. قلنا زمان متابعين هالست، وكان بدنا نمسكها بالجرم المشهول. هاي الست نصابة وفي عندها زوج اضرب منها بكثير. شو قلت؟ بدنا نتحرك. لا خانم شو عم بيقول الاخ؟ حضرتك متزوجة؟ حلالي مو ناقصتك. ما تكتري حكي، تحركي لشوف. العمى امشي. العمى ما عم صدق لانه على شوي كنت نصبت عليك يا خرفان. قدامي وانا اللي فكرت بتحبني؟ يعني كل هالمشاعر كذب ليلى. لك نحن وين جان؟ نحن وين؟ وكمان عتمت الدنيا. من اي جهه لازم نروح؟ ليكي أكيد من هذا الاتجاه.
يلا امشي امشي. لك انا شو عم بعمل معك؟ ضايعه ورح موت من جوعي. جعت كتير حبيبتي؟ ايه جعت، لانه صار لي مدري كم يوم ما عم باكل من حرقه قلبي على حالي. تعرف من امتى بالضبط ما عم باكل؟ من يوم اللي تركتني على طاوله كتب الكتاب ومشيت. ليكي فتون خير؟ صدقيني انا ما بعرف شو بدي احكي لك يا صديقي. انت مفكرني فارت اختبار قدامك؟ لك خلص اطلع بقى من حياتي، ماني طايقتك. يا الله دخيلك، انا كنت جاي لهون كرمال ريح نفسيتي، وهلا الدببة والحيوانات كلياتهم رح يعملوا علي عزيمة. اسمعي فتون، فتون يا الله. لك يا فتون اسمعي، سكتي. شو صار لك؟ وبرداني عم برشف كمان. ليكي في كوخ هنيك، شو رأيك نروح ونفوت لجوا؟ في إنس ولا جن جواته؟ لا مستحيل فوت. يمكن يكون في أكل. يلا لكن بسرعة 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 جان بسرعة. ما في حدا هون؟ تعالي 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 تعالي، خلينا نشوف شو في بالكوخ. يا أهل الدار، شكله ما في حدا جوا. ما في حدا هون؟ يا جماعة وينكن؟ خلصنا فتون. لو في حدا جوا كان رد علينا، مبين إنه ما في حدا. وطي صوتك للاحتياط. شو بدنا نعمل هلا؟ اللي شو بدنا نعمل سيد جان؟ وطي صوتك. شو بده يصير فينا بعد شوي؟ رح ياكلونا حيوانات الغابة هون أكيد. لك شو عم تساوي؟ مسكي مسكي مسكي. قربي لعندي. يا الله أنا خايفة كتير. ما تخافي، ما رح تحرقنا. ما أكيد ما رح نحترق. ها تمام. خود هاتي. لازم تشكري ربك إنه في سقف فوق راسنا على الأقل، ما هيك؟ تعالي خلينا نقعد هنيك. مين ما كان صاحب هالكوخ رح نستناه لحتى يرجع. خبزة. تاكل؟ كلي انتي. صديقي ما ضل في شيء بالبار ما شربنا منه، ما هيك؟ لا استاذ ما ضل شيء. شكرا لك حبيبي. خلاص بلا مياعة. ليك الطاولة بشرفي صارت مثل قوس قزح. يسلموا ايديك معلم. صحتين وهنا شرفتونا. خليني شم هاي. لا هاي ما بتسوى. وهي كمان فيها كحول ما بيصير. ليك انت بتشربي من هون لانه كله فواكه وهذا الطرف تبعي. ماشي ماشي منيح اللي ما شربت منهم. حبيبتي ليزا انا ما عاد فيني اشرب اكثر من هيك، عم تلعي نفسي والله. ايه لانك شربت من كل شيء وخبصت، ما بصير تشرب هيك. ايه بس لازم دوق من الكل. تصطفل مثل ما بدك. تاري والله الزنقله شغله صعبه. ليك ما في شيء سهل بهالحياه. طعم طبشة. شو بده منك هذا التافه مراد؟ يعني شو بده يكون بده مني؟ ليش هيك عم تحكي عنه؟ الزلمة راح ليدور على فتون، بيكون عم يتصل بس ليطمننا عليها. هذا النوع من النوع يلي شايف حاله على كل الناس وفوق هيك البنات بتركض وراه.
قالوا نعم مراد. أنا بورجيك يا ما ليزا. ما في أخبار عن فتون؟ عن جد غريب. أنا كمان ما لقيتها وتليفونها مسكر. ليكي ليزا اسمعيني منيح، أنا رح خبر الشرطة مشان يبلشوا يدوروا عليها. شو؟ بدك تخبر الشرطة؟ شوفي دقيقة، أنت عم تحكي مزبوط مراد، نحن قاعدين هون ونسيانين المخلوقة، والله يكتر خيرك إنك إجيت. بدل مو قاعدة عم تمدحي فيه، احكي لي شو صاير. روق مراد، قلي وينك أنت هلا، رح نجي لعندك. شبعت. كل لقمة وحدة. شو هذا الصوت؟ أي صوت؟ أنت ما سمعته يعني؟ ليش أنت شو سمعتي؟ معقول دب؟ لا أفوتون، ما بظن إنه دب، يمكن يكون شي سنجاب. من كل عقلك عم تحكي جان؟ يمكن ما أكل ولا شرب وضل لاحق ريحتنا، بلكي هجم علينا وزعل منا لأنه ضلينا نسبه ونقله يا دب يا دب. مع أني أنا ما شفت مثلك دب بحياتي. أنا أكبر منك، عيب عليكي تحكي هيك. فك السحاب ما عم ينفك. كأنك من كتر ما بردتي بلشتي ترشفي. فتون أنا بدي أقول شي، بس لو سمحتي لا تفهميني غلط، ممكن؟ خير. فيني أنا وياك نقرب على بعض شوي لحتى أقدر دفيكي؟ نحن أصلاً كتير قراب من بعض، مو شايف كيف مكلبشين؟ أنا قصدي هيك. جان، أنت شو كان بدك تقلي لما شفتني الصبح؟ فتون، كنت بدي أشرح لك ليش هداك اليوم تركتك بهالطريقة البشعة ومشيت. فتون، بهداك اليوم حملت حالي ومشيت من هنيك لأنه رفيف. قالت لي إنه حامل. ليزا خلص لا تخافي، رح نلاقيها لفتون، لا تخافي. ليكي الشرطة معنا هون وعم يدوروا، انت ديري بالك على حالك وعلى جد اسماعيل كمان. خلص انت ولا يهمك حبيبتي، اهدي، انا رح خبرك كل شيء اول باول. قلت لي اسمها فتون دينج. سيدي كمان هون ما في شيء. لهنيك. حاضر. والله يا مراد بيك ممكن تكون وقعت ضحية للدببة. شو هالحكي؟ أنا والدوريات رح نستمر بالبحث، وهلأ أحسن شي بتعملوه إنكم ترجعوا على الأوتيل وتنتظروا منا خبر. لا، ما بقبل بهيك شي. أنتوا دوروا بطريقتكم وأنا كمان رح دور وساعدكم. ما فيني أرجع على الأوتيل وفتون لساتها مبينة. بس مع هيك ديروا بالكم، موفقين. شكرا، يسلموا إيدك. واجبنا. يلا عماد. بس أنا ما فيني لأنه رح ينشغل بالهم علي. بعدين أنا والدببة ما نصحبه، لازم روح مشان جدو إسماعيل. بعدين مرتي حامل وما لها غيري. باي، دير بالك. يعطيكم العافية. الله يعافيك. قال دببة قال ولي. يا ترى وينك انت يا فتون؟ شو صاير معك؟ رح لاقيكي. فتون لو سمحتي عصبي علي، عيطي سبي قولي اي شيء، قولي كل شيء بيخطر على بالك، بس لا تضلك ساكتة هيك لو سمحتي.
إذا بتريدي أحكي رح تموتيني بسكوتك. نحن بالنقطة اللي خلص عند الحكي جان، شو بدك يعني قول يعني؟ طيب أنت معك حق، بس قولي يلي بيخطر ببالك فتون، وإذا بدك سبيني اقتليني، شو بيعرفني؟ إذا بدك اضربيني اضربيني حتى كسري لي راسي، بس عملي أي شي لو سمحتي، لا تضلك هيك. صدقني ما عاد في شي بخصك بيخطر عبالي أبداً جان. روح وقف جنب رفيف، اصحك تتركها لحالها بنص الطريق. لأنك أنت أبوه لهداك الولد لا تنسى، دير بالك عليهم، هنن بحاجتك. طيب نحن شو بده يصير فينا فتون؟ فينا؟ بالوقت اللي في ولد بالموضوع بدك تنتبه إنه خلص ما عاد في شيء اسمه نحن. يعني خلص انتهى كل شيء بيناتنا. انتهى. فتون أنا بس خليني أحكي. شبكي شوفي راحت علينا هالمرة. ليش؟ شو صاير؟ لك جان الدب برا. شو عم تحكي انتي؟ لا مستحيل. الدب لساته حاقد، اكيد بده ياكلنا. قولي مستحيل. تحرك تحرك تحرك، يلا قوم. طيب ليش خليتينا نجي لهون؟ ليش؟ ليك جان اسمعني منيح، اول ما بيفوت الدب من الباب رح اخبطه بهي، ولما بيدوخ وبيوقع على الارض رح نقعد على قلبه فورا. فتون فتون هاتي من ايدك، هاتي. شو هالخطة الفاشلة تبعك هي؟ ليش؟ كيف يعني ليش؟ لك انت ما بتطلعي قد رجله للدب، كيف بدك تضربيه على راسه وتوقعيه؟ بدي تربايه. اجا الدب اجا، شو بدنا نساوي هلا؟ كله من تحت راسك يا جبار. مراد مراد، لك انت شو اللي جابك لهون؟ شو اللي جابك بهالوقت؟ والله لو الدب فات كان احسن من شوفتك. لك انت هو الدب؟ هلا انا الدب ولا اللي رعبنا؟ سكوت يا دب سكوت، قتلته. مراد فتح عيونك. مراد مراد عملت لك قهوة. يسلموا يدك. انت كتير موجوع؟ لا مو كتير موجوع.